كان في ميت معتمر او اول امبارح يمكن، كانوا مسافرين المملكه العربيه السعوديه، وبعدين فوجئوا في المطار ان هم قالوا لهم لا يا جماعه ما لكوش سفر، ما ينفعش ان انتوا تسافروا، روحوا. يا جماعه يا عم احنا رايحين نعمل عمره، ده احنا معانا كذا، طب ورقنا كامل، طب ده لا عايزين ايه، عايزين باركود العمره موجود. المهم رجعوهم. رجعوهم ليه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه من استاذ عاطف عجلان، عضو غرفه شركات السياحه. استاذ عاطف مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا عبد. اهلا بحضرتك. ليه الناس رجعت؟ الناس رجعت لانهم لم يمتثلوا للقانون، في قانون البوابه العمره المصريه. اي مواطن رافض اداء مناسك العمره لازم يلتزم بالقانون بوابه العمره المصريه، لازم يحصل على الباركود من البوابه. هو اجراء تنظيمي علشان اهالينا خاصه في حرام محافظات وكده يرجع بلده ازاي ويقعد فين؟ هم بيتعرضوا لعمليات، مش عايز اقول عمليات نصب لكنها اقرب للنصب، من بعض السماطره والمسوقين. بيبقوا مسفرينهم بدون سكن في مكه او بدون سكن في المدينه، او يعني مش بشكل تنظيمي. الدوله المصريه لما اصدرت قانون العمره، قانون بوابه العمره، كان الغرض الرئيسي منها حفظ كرامه المواطن المصري. نعم. تمام؟ ان المواطن المصري ما يسافرش لازم الدوله تبقى عارفه هو هيسكن فين، لازم عليه تامين صحي وطبي بشكل محترم، بحيث ان احنا ما نبقاش المواطن المصري ما هواش عاله على حد ولا يتبهدل. ده اجراء تنظيمي المفروض ان يعني الدوله المصريه بذلت مجهود فظيع وعملت بوابه محترمه جدا. صحيح. بتحتذي بيها كثير من الدول الاسلاميه دلوقتي، والتجربه دي دول اسلاميه كتير بتحاول تقعد عندنا مع وزاره السياحه او مع غرفه شركات السياحه عشان تطبق نفس التجربه عندهم. يعني نصيحتي للمواطن المصري ان هو يتعامل بشكل رسمي. طيب الباركود ده استاذ عاطف، ايه الباركود ده ليه فتره؟ يعني عشان تبقى المعلومه كامله لاهالينا. الباركود يعني بمعنى هل انا ممكن اخد باركود واسافر بعد 10 ايام؟ لا، يبقى ساري اسبوع يا فندم. اسبوع. يعني هو اولا هو بيصدر من خلال البوابه المصريه بالعمره. نعم. المنوط باصدار الباركود هو شركات السياحه المصريه. فكل اللي على المواطن انه يتوجه لشركه سياحه بياخد منها برنامج عمره، بيطبع كوده من على البوابه بحق في سكن مكة، سكن المدينة، وسيلة الانتقالات، وتذكرة الطيران، المبلغ اللي هو دفعه، كل الكلام ده. هي الفكرة في إيه يا عزيزي؟ عشان نتكلم ببساطة. الفكرة في إيه؟ ليه بقى هكمل لك؟ لأنه الناس بتقول ده السعودية قللت أسعار العمرة، وإحنا ممكن ندخل على موقع مش عارفة إيه ولا التطبيق إيه ونحجز ونروح العمرة وناخد التأشيرة ونروح. بص حضرتك، هو لما معالي وزير الحج كان في مصر أعلن عن منصة وثوق، هي منصة زي بوابة العمرة المصرية، المواطن يقدر يدخل عليها ويحجز حجمة الخدمات بتاعته. عملوا زي بروموشن ب 4400 جنيه 840 ريال. البروموشن ده كان ليه فترة محددة، وفي مواطنين استفادت منه ان هي سافرت. بس هو حضرتك لما تحتدي البرنامج بشكل فعلي، هو كان 4 ليالي في مكة في فندق على بعد حوالي 3000 متر من الحرم. ايوه. نادي رخيصه قوي، يعني هو بروموشن البعيده. تمام جدا. هو حاجه بروموشن. ايوه دعايه واعلان للحكايه، دعايه واعلان، بس دي مش مستمره طول العمر. المواطن النهارده لو جرب يعني ما التطبيق اللي اعلنت عنه المملكه العربيه السعوديه ليس دائم. لا طبعا، كان لفتره وانتهى. التطبيق دائم لكن الاسعار كانت لفتره وانتهت. تمام. بالضريبه حتى ال 840 ريال دول لما تحديد بالضريبه يوصلوا تقريبا 1000 ريال. الفكره في ايه بقى؟ ان النهارده شركات السياحه المصريه بتقدم للمواطنين البسطاء عمرات بسيطه باسعار رخيصه جدا في فنادق احسن واقرب بكثير جدا. النهارده اللي هم كانوا بيتكلموا عليه ده تقريبا بقى ب 6500 جنيه اللي هو لسه هسال حضرتك. يعني الاوفر اللي كان معمول من تقريبا النهارده بسعر الريال بعد تحديث اسعار الصرف وصل لحوالي 6500 7000 جنيه. لما يزود عليه تذكره الطيران ويزود عليه النقل الداخلي ويزود يعمل كام تقريبا؟ اديني افريج.
يعمل 22 23000. واحنا عندنا العمره بكام في مصر؟ من 20 ل 23000، يعني نفس في حدود نفس المنطقه يعني، بس شامله تامين طبي وشامله البرق وشامله كل الخدمات اللي شركات السياحه بتقدمها للمواطن. هو ده الكلام يعني المهم. يعني النهارده الشركات قامت بدور محترم جدا خلال الشهر اللي فات ده. نعم. محافظه منها على المعتمر المصري، لان نعم. هي المشكلة العمرة يا عزة يعني من كانت الأعداد قليلة قوي السنة اللي فاتت لحضرتك تفتكري. صحيح طبعا. كان 60000 على مدار 3 شهور فكل شركة كانت 15 معتمد. بالظبط. لكن السنة دي الحمد لله الأعداد مفتوحة، فالشركات ده بيقلل تكاليف التشغيل عندها بشكل كبير. فنزلت لأسعار محترمة جدا، أي مواطن النهاردة بيجري ورا تأشيرة مش عارف إيه ورا تأشيرة. أي. أي. يعني هيروح يتبهدل، طب وليه؟ هيسافر بشكل نظامي. تحت عين الدولة المصرية، تحفظ له حقوقه، حتى لو الشركة غلطت وعملت سببت في أي مشكلة هيعرف السياحة بتعاقب بشكل شديد جدا. لا، واحنا دايما نقول يا جماعة اللي يطلع بره مصر لازم يبقى تبع شركة سياحة في مصر، يعني فكرة إن أنت تحجز وتروح وتيجي تمام دي شطارة، بس اللي بيعرف يعمل الإجراءات دي هو بيبقى عارف لو حصل له حاجة لا قدر الله بره هيتعمل إزاي. بالعكس. إنما اللي ما يعرفش لازم يبقى من خلال جيت سياحة، علشان ساعات احنا كده في مواقف نقول ايه، طب انا اكلم مين؟ يعني محتاجين راس نتكلم. نزلت باسعار 19900 و20000، الاسعار دي السنة اللي فاتت كانت مش موجودة خالص. تمام. اوريدي السعر بقى رخيص جدا للمواطن. نعم. نعم. لحد كبير يعني طبعا عشان ارتفاع سعر الريال والخدمات السعودية احنا لو حضرتك تفتكري من 5 6 سنين كنا بنبيع العمرة للبسطاء ب 4000 جنيه. ايوه ايوه. فشركات السياحه ما عندهاش اي مشكله انها تقدم افضل خدمه باقل سعر. صحيح، سواء انا مطمنه وانا مطمنه طالعه ازاي. وزي ما حضرتك قلت الاسعار قريبه من بعض، بس انت عندك امان اكتر، معاك باركود. بالعكس، بقت ارخص، شركات السياحه بقت ارخص يا فندم من ان بقت لو المواطن حاول بنفسه. كم تقريبا كده، قبل ما اشكر حضرتك على المداخله استاذ عاطف، تقريبا كده كم مصري طلع عمره دلوقتي في الفتره دي؟ اعتقد تحدود ال 70000. 70000 مصري تقريبا طلع عمر. وده يلا. كان العدد بتاع السنه اللي فاتت على مدار الموسم كله، دول طلعوا السنه دي خلال شهرين. خلال شهرين. تمام. عشان كده الاسعار رخصت قوي، عشان كده قلت تقريبا 40 50% عن السنه اللي فاتت. هايل. يلا مقبوله يا رب، ويا رب كده اللي هناك ونتمنى عمره مقبوله ويدعو لمصر بالخير. اللهم امين. اشكرك فندم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطف عجلان.